يعني انت كل مشكلتك انك مش طموح. طب خد الخبر ده، اكتشاف طبيب مزيف في مستشفى حكومي. تعال بقى احكي لك قصه الشاب الطموح ده. اللي حصل ان الشاب العواطلي الجميل ده لبس بلطو شيك جدا ونزل وقف في استقبال طوارئ مستشفى حكومي، وبدا يشتغل ويخيط حالات ويعتمد على نفسه، وكان عامل شويه شغل زي الفل مفيش صنايعي بدل يعرف يعمله. وده هينقلنا لنقطه تانيه خالص، هي الطموح. انا مؤمن جدا انك مش هتعرف تدي غير في الشغلانه اللي انت حاببها، عشان بس الناس اللي عماله تلسن على بتوع تجاره يقول لك مفيش شغل، انت اللي دماغك واقفه، انت عاجبك عايزك على القهوه يعني؟ غيرك طور من نفسه واجتهد ولبس بلطو ونزل وقف في استقبال طوارئ في المستشفى حكومي. شوف الشاب ده عمل ايه عشان يوصل لحلمه، تحدى نفسه وتحدى الظروف وتحدى العيانين، ده تحدى مكتب التنسيق نفسه عشان خاطر يعمل الحاجه اللي هو بيحبها. لا وده كمان مخلص تجاره عربي، هو اللي هو بالامكانيات دي ومخلص تجاره انجليش، كان زمانه بيعمل قلب مفتوح من بدري. اي نعم هو ما كلفش خاطره ينزل تريننج مع ترزي حريم عشان يفهم فكرة التريكو ماشية ازاي، بس الراجل اعتمد على نفسه وبدأ يخيط حالات واشتغل. في واحد تافه بقى هيقول لي بس ده اتقبض عليه، اقول له طب وانت عاوز كل حاجة سهلة؟ وبعدين مين اللي قالك ان اللي قبض عليه ده مخلص شرطة اصلا؟ انا لو الامر بايدي انا كنت طلعته يدرس الطب على رواقة، الراجل ده لو فتح عيادة انا كنت رحت له احتراما لطموحه. طب انا هضرب لك نموذج تاني في الطموح عشان تعرف بس ان احنا شعب طموح. في مادة في كلية طب اسنان، المادة دي الطلبة بتدي فلوس للعيانين عشان يرضوا يشتغلوا لهم. فاصبح انت بتشتغل ايه يا حاج؟ انا بشتغل عيان. هي الدنيا مليانة عيانين لكن مش اي حد بيستمر، في عيانين عملت لنفسها كروت. الماده دي الطلبه بتحتاج فيها ميه سخنه وحاجات كده، فانت بتلاقي في عيان جاي المستشفى ومعاه البويلر بتاعه، هو عاوز يبقى اشطر عيان في المستشفى، عاوز تقول ان عم عبد الله متميز في الحته دي، ما يجيش عيان ابن امبارح لسه يعلم عليا. انا شايف ان احنا نقنن اوضاع الناس دي، نعمل نقابه للعيانين، بحيث برضو دلوقتي انا خدت ميعاد من عيان في امتحان وما جاش، اتوه انا بقى الف حوالين نفسي، اطلع على النقابه اشتكيه، هو النقيب بتاعه ما تلاقيه متوفي بس هو راجل حقاني. انا عاوزك تشوف انت حابب ايه واعمله، امسك ورقه وقلم اقعد في البيت اشتغل مأمور ضرايب، شوف كل جنيه بيتصرف في البيت بيتصرف في ايه، ما تحسسش نفسك انك مش طموح.